المشهد التونسي معك اليوم لحد 4 ديسمبر 2011، كان تعرفوا بأنفسكم وتقول لي انتم من وقتاش لهنا وشو المطالب نتاعكم؟ انا زياد بوغرة من اتحاد الشباب الشيوعي التونسي، حصيل الشباب اللي حزب العمال الشيوعي التونسي. نحن عندنا 5 ايام لهنا مع تصميم، ونحن عندنا 5 ايام لهنا مع تصميم. المطالب نتاعنا معناها واضحه، اللي هي معناها في علاقه باستكمال مهام الثوره من تشغيل شغل وحريه وكرامه وطنيه، واللي هي الشعارات اللي ترفعت في ثوره 14 جانفي. نحن لهنا زاد نطالبوا المجلس التاسيسي وكل نواب المجلس التاسيسي، يعني 217 عضو، انهم معناها ينكبوا على هموم هذا الشعب، ينكبوا على القضايا الاساسيه اللي من اجلهم اندلعت الثوره، وانهم زاد فهمتني ينقصوا شويه، فهمتني لانهم يعني خذوا وقت اكثر من وقت في توزيع معناها الوزارات وفي توزيع معناها صلاحيات بين رئيس بين كذا. مش هذه معناها المهام بتاعنا، مش هذا هو معناها علاش تعملت الثوره، ويلزمهم ينساوا معناها حكايه الكراسي هذه، يبداوا يخموا فعليا بطريقه جديه ويعطيهم مؤشرات ايجابيه اللي هم قاعدين معناها يعملوا في حوارات على الصعيد الوطني في علاقه معناها بالمشاكل الرئيسيه والعميقه اللي يعاني منها الشعب التونسي في كل الجهات. لهنا زاد ثم مساله نتاع القانون او مشروع القانون معناها لتوزيع السلطات معناها العموميه. مشروع القانون هذا معناها تعمل بصيغه 50 مع 1 لسن معناها القوانين والثلثين اللي معناها فهمني دحض القوانين او لسحبها. نحن نقولوا لهنا معناها القانون هذا او مشروع القانون هذا راهو معناها يمهد لديكتاتوريه جديده. نحن الشعب التونسي صار ضد الديكتاتوريه، صار ضد القمع، صار ضد الاستبداد، دونك ماناش مستعدين فهمني. قدمنا ضريبه ذلك معناها العديد من الشهداء، والشهداء هذوما يلزمهم ياخذوا حقوقهم ويلزم يتحاسب القتله نتاعهم، دونك نحن ماناش مستعدين الا فهمتني نرجعوا فهمني ديكتاتوريه جديده، كل سوا معناها فهمني وصلت عن طريق الانتخابات او غير عن طريق الانتخابات. ديكتاتوريه هي ديكتاتوريه، وديكتاتوريه هي بالممارسه، دونك نحن لهنا ضد الممارسه هذه وضد مشروع القانون هذا. سامحني نحب نعرف منذ الاعتصام نتاعكم تم الاعتداء عليكم؟ هو في الحقيقه في اليوم الاول معناها تعرضنا للعديد من الصعوبات، يعني ثم معناها شباب جاوا لهنا فهمني يغنوا في اذان معناها الكوره وكذا، وقاموا بالاستفزازات، كانوا في الجهه المقابله معناها من الطريق وحاولوا معناها فيها شعارات سخريه هكا، يعني ثم شعارات سخريه، ثم معناها شعارات فهمني معناها مخله بالاخلاق، معناها ما نجيش معناها باش نعاودوها وكذا، وحاولوا يستفزونا من شروط الفعل. نحن معناها كان ثم انضباط محكم لهنا داخل الاعتصام للمحافظه على الاعتصام هذا، للمحافظه على سلميته، ما رديناش الفعل، ولا ثم قوارير وثم حجر وحاولوا يتهجموا على بعض الخيم، كانوا في الجهه الاخرى معناها من الخصم تباردوا، ثم زوز خيم خضراء معناها نحاهم وحبوا يتهجموا علينا لهنا باش نحيوا الخيم، لكن مشينا وتحاورنا معاهم وكلمناهم وفهمناهم شنو هي طبيعه الاعتصام وشنو هي الاسباب الاساسيه، خاطر صارت برشا تشويهات معناها خارج الاعتصام معناها على الاعتصام هذا واهدافه، دونك وضحنا لهم الرؤيه نتاعنا شنو هي، وضحنا لهم الاهداف، وكي حسوا اللي الاهداف هذه تمسهم هما زاده هما بيدهم كونسيرني بها، معناها ولاو فيهم اكثريه معناها ولات تجي معنا، ولات معناها تساندنا، ولات تطل علينا كل نهار، ولاو يعصوا علينا، ولكن بقات بعض العناصر معناها المشوشه اللي رجعت معناها في الايام اللي بعدها، وبالخصوص البارح كانت احداث شغب كبيره برشا، وقت اللي معناها تقابلوا برشا ناس يرفعوا في شعارات معناها نتاع النهضه، وبرشا سلفيين ومعاهم معناها كما قلت لك ولاد الدراج هذوما قاعدين من قدام، رفعوا هما الشعارات من الاول بطريقه سلميه في وسط النهار الكل، ومن بعد ما تحولت معناها في العشيه الى ضرب بالقوارير، ثم الى ضرب معناها بالرخام اللي قلعوهم من الخصه هذيك، وعندنا حتى شكون تضرر معناها مصور كان تحب تصوروه معناها نجيبوه لكم تشوفوه، عندنا شكون تضرر معناها وعمل 6 غرز لهنا، عندنا نساء ضربت بالحجر، واحنا ما رديناش الفعل، ما رديناش حتى قاروره، ما ردينا حتى حجره، والامن تدخل فهمتني وقام بتفريق معناها الوقفه الاحتجاجيه اللي كانوا عاملينها، نحن ما عندناش معناها فهمتني حتى مانع انهم يجيو ويعملوا وقفه احتجاجيه ويحتجوا على وقفتنا لهنا، ولا يحتجوا على حاجه ما عجبتهمش لهنا، لكن يكون في اطار الاحترام المتبادل، في اطار السلميه، هذا هي اش معناها نرسيو لاسس ديمقراطيه صحيحه، ان الراي والراي المخالف يتقابلوا من غير معناها ما يضر واحد بالاخر ولا من غير ما يتحدى على حريه الاخر، هذا هو المهم. شكرا جزيلا.